الثالثة صباحا منتصف الليل بتوقيت غرينتش، موجز إخباري يأتيكم من القاهرة، أهلا بكم. بحث الرئيس عبد الفتاح السيسي مع رئيسة مجلس الشيوخ لجمهورية غينيا الاستوائية سبل تعزيز آفاق العلاقات الثنائية خاصة على الصعيد البرلماني، إلى جانب تعزيز الاستثمارات المصرية فضلا عن دعم تطوير وبناء القدرات والكوادر للأشقاء في غينيا الاستوائية في مختلف القطاعات. وصرح المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية المستشار أحمد فهمي أن رئيس السيسي أشاد بالعلاقات الثنائية المتميزة التي تربط مصر بشقيقتها غينيا الاستوائية، مشيرا إلى الحرص على تعزيز التعاون بين البلدين في مختلف المجالات. من جانبها سلمت رئيسة مجلس شيوخ غينيا الاستوائية رسالة خطية إلى الرئيس السيسي من الرئيس تيودورو أوبيانغ، تضمنت الإعراب عن التقدير العميق لمصر والقيادة المصرية وتثمين التطور المستمر في مسار العلاقات الثنائية بين البلدين والتطلع إلى تعزيز العلاقات الثنائية على شتى الأصعدة. أكد الرئيس السيسي ما توليه مصر من أهمية لتعزيز التعاون مع فرنسا، لاسيما ما يتعلق بنقل الخبرات التكنولوجية والتصنيع المشترك وتنسيق الجهود للتصدي للتداعيات السلبية للأوضاع السياسية الدولية. جاء ذلك خلال استقبال الرئيس السيسي لوزيرة خارجية فرنسا كاترين كولونا، حيث تمت الإشادة بالتطوير المستمر على جميع الأصعدة في العلاقات المتميزة بين مصر وفرنسا، كما تم تأكيد الحرص المتبادل على مواصلة تعزيز أطر التعاون الثنائي في مختلف المجالات ومساندة الجهود المشتركة لتحقيق التنمية والازدهار ومكافحة الإرهاب والهجرة غير المشروعة. وثمنت وزيرة الخارجية الفرنسية النهج المعتدل والرشيد للسياسة الخارجية المصرية في العمل على تسوية الأزمات وإرساء الاستقرار والسلام في المنطقة. وصرح المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية المستشار أحمد فهمي أن اللقاء تناول القضايا الإقليمية ذات الاهتمام المشترك، وعلى رأسها مستجدات القضية الفلسطينية وسبل إحياء عملية السلام والجهود الجارية لتسوية الأزمات في عدد من دول المنطقة، لا سيما السودان وليبيا، حيث أكد الرئيس السيسي مواصلة مصر العمل بأقصى طاقة لدفع الجهود الرامية للتوصل إلى حلول سياسية وسلمية للأزمات القائمة. دعا رئيس مجلس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولي أعضاء الحكومة إلى الوقوف دقيقة حدادا على أرواح ضحايا الكارثة الإنسانية الناجمة عن الزلزال في المغرب والإعصار في ليبيا. وثمن مجلس الوزراء الإجراءات التي أعلن عنها الرئيس عبد الفتاح السيسي للوقوف بجانب الأشقاء في كل من المغرب وليبيا، وتأكيده على تضامن مصر الكامل ووقوفها بجانب الأشقاء في ليبيا في مواجهة تداعيات الكارثة الإنسانية، وأن مصر لن تدخر جهدا في دعم الأشقاء في ليبيا والمغرب. وأشار مدبولي إلى توجيهات الرئيس بأن تتولى وزارة التضامن الاجتماعي البدء على الفور في توفير إعانات عاجلة لأسر الضحايا من المواطنين المصريين المتوفين في ليبيا جراء الإعصار والفيضانات، وصرف مساعدات عاجلة لأسر الضحايا تقدر قيمتها ب100,000 جنيه لأسرة كل متوفى، لافتا إلى أنه تم اتخاذ قرار بتحمل المصروفات التعليم المدرسي والجامعي لأبناء الضحايا للعام الدراسي 2023-2024، بالإضافة إلى تقديم دعم غذائي لأسر الضحايا شهريا لحين استقرارهم اقتصاديا واجتماعيا. ووجه مدبولي أيضا الوزراء والمسؤولين المعنيين بالتنسيق والتعاون التام لنقل جثامين الضحايا المصريين إلى أرض الوطن، كما وجه مدبولي بفتح جميع قنوات الاتصال من خلال منظومة الشكاوى الحكومية الموحدة لتلقي شكاوى وطلبات وبلاغات المواطنين وأسر المتضررين من الإعصار في ليبيا ونقل ما يمكن إعادتهم لأرض الوطن أو تقديم خدمات الرعاية الطبية والاجتماعية لهم. اعتبرت وزارة الخارجية الأمريكية أن طرد 2 من الدبلوماسيين الأمريكيين من روسيا لم يكن له أي مبرر ولا أساس له على الإطلاق، محذرة من أن واشنطن سترد بشكل مناسب. كانت وزارة الخارجية الروسية قد أعلنت أنها أبلغت السفيرة الأمريكية لديها أن 2 من موظفي سفارة واشنطن شخصين غير مرغوب فيهما. وأشارت الوزارة إلى أنه يجب على الدبلوماسيين مغادرة الأراضي الروسية خلال 7 أيام
أيام كشخصين غير مرغوب فيهما. مشاهدينا بهنا نكون قد وصلنا لنهاية الموجز، ولمزيد من الأخبار يمكنكم تحميل تطبيق إكسترا نيوز من خلال أبل ستور أو جوجل بلاي أو من خلال الكيو آر كود الظاهر على الشاشة. شكرا على طيب المتابعة، تقبلوا تحياتي نارالدين حبيب، أعود فألقاكم على رأس الساعة، إلى اللقاء.